يا مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، وما زلنا مستمرين معاكم في برنامج صباح الشرقية. والحين بننتقل لزميلنا حمدان المازمي في سوق الخضار في كلبه، بياخذنا في جولة بنتعرف من خلالها على أسعار الخضار. صبحك الله بالخير حمدان. نصبح عليكم زملائي الكرام في الاستديو بكل خير، ونحييكم تحية طيبة، ونصبح كذلك على كل من يشاهد قناة الشرقية من كلبه بكل خير، ونحييكم تحية طيبة ويا مرحبا بكم ويانا وين ما كنتوا. طبعا اليوم نحن متواجدين بكاميرة الشرقية في مدينة كلباء، وبالتحديد في هذا السوق، سوق الخضرة الجميل في مدينة كلباء. مشاهدينا الكرام، خلونا ناخذكم في جولة سريعة في هذا السوق، ونتعرف على أنواع الخضرة والفواكه اللي عندنا اليوم، وكذلك بنتعرف على الأسعار المختلفة لهذا الأسبوع. خلونا نتفضل بسم الله عند أول دكان عند أخونا علي. السلام عليكم علي. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله طيب إن شاء الله. الحمد لله ما شاء الله. الخضرة طيبة، وايد فواكه، وايد خضرة اليوم. فواكه خضرة كله موجود ما شاء الله. علي خلنا نخبر المشاهدين حبة حبة وشو عندنا اليوم وكم السعر. نبدأ بسم الله. هذا عنبة مع البلاد. هذا ما شاء الله. أشوف الهنبة. عنبة هذا مال البلاد. شوفوا مشاهدينا الكرام، هاي الهنبة من وين؟ هذا محلي من كلبة ولا؟ اي مال كلبة ما شاء الله، من مزارع كلبة. هذا الهنبة الطيب مشاهدينا الكرام. وعلى كم تبيعون علي اليوم؟ هذا صندوق 30 كيلو 5 درهم. الكيلو 5 درهم ما شاء الله. والصندوق كامل كم كيلو تقريبا؟ تقريبا 7 كيلو 8 كيلو ما شاء الله. جميل جدا. وهني عندنا هذا يح. اليح هذا الطيب ما شاء الله. وعلى كم؟ هذا من يجي 6 درهم. هذا اليح مشاهدينا الكرام مستورد من الخارج. والحبة على كم اليوم؟ هذا كيلو. الكيلو على كم؟ كيلو درهم ونص. كيلو على درهم ونص ما شاء الله. وعندنا كذلك هذا في فايت. خلنا نروي المشاهدين. مال هندي ما شاء الله. هاي على كم تبيعونه؟ هذا 11 درهم. الحبة على 10 دراهم ما شاء الله. وايد حلو علي. وعندنا كذلك ما شاء الله هني عندنا الرقي والطماط وكل شيء ما شاء الله عندنا. هذا بطيخ. خلينا نروي المشاهدين البطيخ هذا الطيب. ايوه بطيخ هذا ما شاء الله. هذا كيلو بيا 5 درهم. الكيلو هذا حبة يعني كيلو علي ولا كيلو نص؟ كيلو 5 درهم، حبة بيا ونص بيا. لا اقصد الحبة كم كيلو؟ حبة يجي كيلوين ونص، 3 كيلو يجي كبير يجي. والكيلو على كم تبيع؟ كيلو 5 درهم. الكيلو على 5 دراهم ما شاء الله. وعندنا هني ما شاء الله هذا الطماط. هذا في ليمون مع البلاد. ايوه ليمون. خلينا نشوف الليمون. ليمون مع البلاد في كيلو 5 درهم. هذا الليمون الكيلو على 5 دراهم ما شاء الله. من وين هذا الليمون؟ هذا مال البلاد. مال البلاد ما شاء الله، من مزارع هني البلاد. هذا الليمون الطيب انتاج محلي. وعلى كم تبيعون قلت لي؟ كيلو 5. الكيلو على 5 دراهم ما شاء الله تعالى. جميل جدا. وعندنا هني يرون الطماط. طماط مال الاردن. يا سلام على هذا الطماط الطيب. على كم تبيعون اليوم؟ كيلو 4 درهم. الكيلو طماط على 4 دراهم ما شاء الله. الصندوق على 20 درهم. 20 درهم. جميل جدا. خلينا نشوف هني هذا مال الخاص. مشاهدينا الكرام بعد هني عندنا الخاص والرويد والجرجير. الخاص اليوم الخاص اليوم على كم؟ خاص كيلو 4 درهم ما شاء الله. كيلو الخس على 4 دراهم. وعندنا هني النعناع. هذا النعناع. نعناع حبة ربطة درهم واحد. ما شاء الله. هني النعناع و هذا أحمر، هذا مال بربير. ما شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام هني هذه الربطات كلها على درهم. درهمين تقريبا. درهم الربطة. وهذا كله إنتاج محلي ما شاء الله. أيوه كله مال محلي. جزاك الله خير يا علي، مشكور ما قصرت. بارك الله فيك. الله يوفقكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام ما شاء الله الانواع كثيره ومتوافره باحجام كثيره وكميات كبيره ما شاء الله. خلونا نتعرف على الدكان الثاني عند اخونا صادق. صادق كيف حالك؟ السلام عليكم. كم السلام ورحمه الله. طبعا هذا صادق انا كنت صغير وهو موجود ما شاء الله عليه، علما معالم سوق الخضره مدينه كلبه. كيف حالك؟ الحمد لله. خلنا نشوف يا صادق، رونا هني. تعال تعال هني عندي تعال. انا راوي مشاهدينا الكرام. خبرنا اليح. هذا ريال نص كيلو ما شاء الله. على كم تبيع؟ كيلو ريال نص ما شاء الله. الكيلو على ريال ونص. ريال نص. جميل. مال 6 درهم. وهني عندنا ما شاء الله الباميه علي صادق. هذا كيلو 10 درهم. كيلو الباميه على 10 دراهم ما شاء الله. مشاهدينا الكرام هذه هذا برا من برا ما شاء الله. وعندنا هني البصل الابيض. بصل الابيض 4 درهم 5 درهم يجي 4 درهم يجي كيلو. هذا البصل الابيض 4
4 دراهم الكيلو؟ ايوه ما شاء الله جميل جدا. وعندنا هني الاناناس بعد مشاهدينا الكرام مثل ما تشوفون. الاناناس في صادق الاناناس على كم الحبه تبيعون؟ هذا بعد 8 ريال 7 ريال 8 ريال بيع واحد حبه. ما شاء الله. من وين هذا الاناناس؟ هذا فلبين. ما شاء الله. ما في منه انتاج محلي هذا؟ لا انتاج محلي ما شاء الله. وعندنا هني بعد الطماط عندك علي على كم؟ طماط هذا 18 20 كيلو 3 ريال 4 ريال. هذا طماط مصري ولا؟ هذا اردني صندوق. ما شاء الله. تختلف يمكن في الاحجام و... على كم الطماط قلت لي علي صادق؟ هذا 4 دراهم كيلو. 4 دراهم ما شاء الله الكيلو الطماط هذا الطيب. يعطيك العافيه يا صادق. سامحنا نحن نزقك علي عاد نخربط شويه. جزاك الله خير. الله يبارك. مشاهدينا الكرام طبعا هذه كانت جولتنا معاكم في سوق الخضره والفواكه في مدينه كلبه، نتمنى ان الفقره قد نالت اعجابكم والى اللقاء. مشكور يا حمدان وما قصرت، فقره جميله وممتعه نعرف فيها من خلالك على الاسعار وعلى الخضره اللي موجوده وين مستورده ولا محليه، من الامور المهمه جدا بان نحن ناخذ هذه الفقرة الجميلة صحيح. منك حمدان وأكيد أيضا من زميلنا محمد النقبي أيضا اللي ياخذنا حتى في جولة في سوق السمك. نشكركم على هذه الجولات الجميلة ويعطيكم ألف عافية. يعني في الحقيقة يعني من الفقرات الممتعة اللي هي الجولة الصباحية في سوق الخضروات والفواكه وأيضا الأسماك اللي دائما زملائنا ياخذونا لنتعرف على آخر الأسعار موجودة في المنطقة الشرقية، فيعطيكم ألف عافية على هذه الجهود وعلى هذه الفقرات المتنوعة. أنت تروحي تترين عاشة؟ لا الجبرة ما أروح، لكن في الجمعيات ممكن إني أنا أروح. بالعكس أنا أحس التسوق للخضرة يعني حالاته يكون في الجبرة، لكن لا ما أنزل لأن الجبرة يعني نفسها لا ما أما أنزل. الجمعية مغلف و... لا هو الأسعار بعد يكون في فرق بالأسعار بين وما تكاسرين حتى ما شيء مكاسر السعر عليها موجود وخلاص. بس وعلى فكره يعني فقره حمدان حتى تفيدنا بمعرفه طبعاً. الاسعار لان بعض الاحيان مثلا الاشياء اللي تكون في الفقره غير ولما نروح دبل، فنتمنى ايضا ان هذه الاسعار تكون ثابته في هذه الفقرات. نشكر هذا الوضوح من عاش. والحين شو عندنا؟ الحين عندنا مشاهدينا تقرير ثاني، يجب استغلال طاقات الشباب وتوجيهها بطريقة تساعدهم على تطوير مهاراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات وتسخيرها لخدمة هذا المجتمع، ولكي نتعرف على هذا الموضوع بشكل أكبر خلونا نتابع. يمتلك الناشئ طاقات هائلة وروح الشغف للاستكشاف والمغامرة والانطلاق للتعرف على عوالم مبهمة، لذا يجب استغلال وتوجيه تلك الطاقات بصورة جيدة وعدم إهمالها، كما أن العطلات الصيفية فرصة لتوجيه طاقات هؤلاء الأبناء إلى فعل ما هو مفيد لهم ولمجتمعهم من خلال إتاحة المجال أمامهم للتعبير عن أنفسهم واستغلال قدراتهم الاستغلال الأمثل لمعرفة إمكانياتهم الحياتية والمعرفية وتطويرها وتنميتها حتى ينعم المجتمع بشاب يتقدم به إلى الأمام. تأتي المسؤولية المجتمعية في المقدمة لخلق بيئة فعالة للنشء من خلال تقديم كل الاهتمام والرعاية المطلوبة للأبناء بهدف استثمار أوقات فراغهم واشغالهم بما هو مفيد ونافع لصقل مهاراتهم ومواهبهم، وبما يشجعهم على أن يعيشوا صيفاً حافلاً بالمتعة والتشويق من خلال إلحاقهم بالبرامج الصيفية التعليمية. أن المراكز الصيفية لها أهمية خاصة لدى الطلبة والطالبات حيث تساهم برامجها وأنشطتها المتنوعة في تنمية خبراتهم ومعارفهم وبناء شخصياتهم للتعامل مع الآخر، ويخوض الطلبة في هذه البرامج تجارب مختلفة تكسبهم المزيد من المعرفة والخبرة التي تعينهم على المضي بحياتهم بشكل سليم ومعافى بعيداً عن المشاكل أو الوقوع في فخ الفراغ ورفقة السوء. إذن مثل ما تابعنا معكم مشاهدينا هذا التقرير، بالتأكيد دائماً ما نشير على بعض من الأمور المهمة في حياتنا، ولا شو رأيك يا عاشة؟
أو خاصة مثل الأنشطة الصيفية الألعاب الصيفية. ونحن أيضا بما أن العطلة قادمة نتمنى من أولياء الأمور وضع جدول مخصص لأطفالهم لكل فئة عمرية. هناك في أنشطة، هناك في تدريبات، ولله الحمد يعني نحن في دولة الإمارات أصبحت الأنشطة الصيفية متواجدة وهم أيضا في منازلهم. صحيح. يعني أنشطة عن طريق ناس مختصين سواء كانوا محليين أو دوليين، عن طريق مراكز الأطفال الناشئة الفتيات، وتكون مجانيا، ما عليهم إلا أنهم يتابعون حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي ويشتركون في مثل هذه الدورات المجانية مثل ما ذكرت. صحيح. بحيث أنهم يفرغون طاقتهم وميولهم في كل مجال من خلال هذه الدورات التي تطرح. ومن الرياضة نروح للاسترخاء، حيث القهوة عشاق الذين يبحثون عنها ويتناولونها على مدار اليوم، بداية من الصباح مرورا بالعمل وحتى المساء. فهنالك العديد من الطرق لدخول عالم القهوة، قد يراها البعض من أسهل الطرق، إلا أن الكثيرين يعرفون أن هناك حيل لصنعها، ولذلك يختلف طعم القهوة من يد إلى يد. فبعض الأشخاص يقدمون قهوة رائعة المذاق، والبعض الآخر يحاول جاهدا. ولذلك نستضيف اليوم أحد عشاق القهوة والذي تفنن في صنعها، وهو رائد الأعمال الإماراتي عبد الله عبد الرحمن المهيري. أكيد رح نأخذ معه ونعرف عن دخوله لعالم القهوة وكيف صنعها، وكيف أيضا دخل إلى مجال ريادة الأعمال من خلال القهوة اللذيذة. إذن هي مثل ما يقال عنها بأنها لها ناسها، لها عشاقها، لها من يحتسون هذه القهوة بكل ما فيها من جمال ورائحة جميلة. إذن ننتقل إلى رائد الأعمال الإماراتي عبد الله عبد الرحمن المهيري، حياك الله ونصبحك بالخير. الله يحييك ويبديك، صباح الخير، مشكورين على الاستضافة. يا مرحبا بك أخوي. اليوم موضوعنا جدا مهم، يعني نحن نسعد في الحقيقة أن نحن نستضيف مثل هذه المواهب الشابة اللي عندنا في الدولة للحديث أكثر عن مشاريعهم الشبابية. يعني نشوف الفترة الأخيرة ما شاء الله كل واحد يتفنن في صنع القهوة. خلنا نقول لك شوي، شو هي القهوة بالنسبة لك؟ كيف بديت في صنع هذه القهوة المخصصة لك؟ طبعا القهوة مو بس بالنسبة لي أنا، بالنسبة لأبناء الإمارات أو أبناء الخليج، أكثر من مجرد مشروب متأصلة عندنا من عاداتنا وتقاليدنا، لها سلكها الخاص علمتنا، يعني داخله في المذهب عندنا والسلك أو السنع. فتعلمنا القهوة من طريقة التحضير إلى ضيافة الضيف، إلى بعد تقديمه مثلا من الأكبر إلى الأصغر، فيها شيء أكبر عن مجرد أن كونها مشروب، فيها خلنا نقول أسلوب حياة. جميل. نعم. طيب يعني بأخذ معك أستاذ عبد الله فيما يخص القهوة، كيف كانت كرفيق لك في عالم التجارة؟ أنت من بعد ما تفننت في عمل القهوة أيضا ذهبت إلى التجارة فيها. فكيف كانت هي كرفيق معك في هذا العالم؟ إيه نعم، أنا يمكن دخلت أو تولعت في القهوة من قهوة عربية إلى قهوة الإسبرسو. بشكل عام كنت بس أحاول أني أسوي قهوة من مستوى عالي مثل اللي كنت أشربها في أستراليا. يعني رجعنا، كنا ندرس في أستراليا، رجعنا البلاد ما حصلنا نفس المستوى، واللي الحين معروف اسمها القهوة المختصة. فالرحلة هذه تعرفت على طريقة صنع القهوة، وعقب تعرفت على أسباب اللي ممكن تعطيك كوب بهذا المستوى. ففي رحلة البحث هذه اكتشفت شو المعدات اللي نحتاجها، زي الكافيهات شو قاموا يسوون، قمت أسافر وأسجل ملاحظات، مب أقيم القهوة نفسها، أقيم أداء المقهى نفسه. أوكي، هذا عليه ضغط هالكثر فيحتاج هذه المعدات، أخذ أسولف في أصحاب المقهى وأخذ من تجاربهم كيف واصلين لهذا المستوى. بعدين رجعت البلاد وبغيت أسوي أنا مقهى، صرت لشخص الله يذكره بالخير قلت له أنا أبغي استشارتك، هو يعطي استشارات. شفت وجدت أن المبلغ وايد عالي، وبعد من سبلايرز وايد عالي، يعني أرقام خيالية. فقلت لا، بعدني شوية أدرس السوق أكثر، أعرف ليش هذه المعلومات لها هذه القيمة كاستشارة. استثمرت في وقتي أكثر وتعلمت وغصت في هذا البحر الجميل. من بعدها أخذنا قرار أنا وشريكي المهندس سعيد سيف الكتبي أن نبدأ شركة للاستشارات، وتكون بمبلغ معقول نقدر ندعم الشباب. فبدينا أول مشروع اسمه قهوة ديستركت في الفجيرة، أثبتنا أن نقدر، دخلنا استشارة الناس فاهمين في القهوة لكن يحتاجون ماركتينج،
إماراتي كوفي محمصة في دبي، بعدها آر كوفي في الشارجة، بعدها قمنا ناخذ مشاريع ورا بعض نتعلم ونعطيهم من خبرتنا ونستفيد من خبرتهم، وكل بالمعقول وين وين سيتويشن. نعم. يعني نشوف الفترة الأخيرة انتشرت الكافيهات عندنا في الدولة، وأصبح الجميع يتنافس على صنع مثل هذه القهاوي. الأخ عبد الله، يعني حتى أصبحوا هنالك موردين لهم بصمتهم الخاصة. بصمة عبد الله في القهوة كيف تكون؟ شو المميز في قهوة عبد الله؟ أنا دوما أقولهم يعني ممكن أفضل كوب عندي يكون أسوأ كوب عندك، لأن الموضوع كله على المذاق. فأي حد هي أي حد يحط كليم إن أنا عندي أفضل قهوة، أفضل قهوة بالنسبة لك أنت. ممكن إذا في شيء شو اللي يميز كورس كوفي المقهى اللي أمتلكه ويا سعيد، أو شو يميز عبد الله، نحن مركزين على نقل المعرفة. هذا يمكن في المقدمة تكلمتوا إنه لها أسرار ولها صح. أحاول أبسط هالأسرار لأنها مش أسرار ومش روكت ساينس على قولتهم، مش علم فضاء. يعني آخر شيء صنع قهوة يباله أمور بسيطة ترتكز على ثلاث أشياء بسيطة. اسمحوا لي إني أحب أنقل المعرفة. تحتاج شخص يعرف يصنع القهوة، تحتاج معدات تساعدك أنك تصنع القهوة، وتحتاج طبعا المكون الرئيسي اللي هو بن قهوة ذو جودة عالية. جميل. فإذا نحن نحاول نبسط الموضوع هذا وننقل المعرفة باللي نقدر عليه من خلال المقهى، من خلال ورشات، من خلال لايف على الانستغرام عندي. إن شاء الله الله يقدرنا. جميل. طيب عبد الله، يعني بأخذ معاك أيضا زاوية أخرى. مثل ما ذكرت في بداية حديثك بأن القهوة هي تدل على السنع الإماراتي، تدل على بأن السكان ومجتمع الخليج بحد ذاته من دلالات الكرم، ويعني كرم الضيف أيضا هو القهوة. وعرفنا القهوة بسهولتها، بأن القهوة كانوا يحمسونها وبعدين يغلونها ويحطونها في دلال مع الهيل ولا مع غيره ويقدمونها للضيوف. ولكن الآن أصبح هناك تعقيد للقهوة. هل أصبح واختلف التعامل مع القهوة، وهناك لغة خاصة أصبحت يتعامل فيها الشخص مع القهوة؟ إيه نعم. يعني أنا إذا بناخذ على سبيل المثال القهوة العربية، القهوة العربية بروحها مرت في مرحلة تغيير كبير. ففي مثل دوم أذكره يقول لك جاهل الشيء يعظمه. مني أنا أجهل في الشيء الفلاني فممكن يعظمه، وهو ممكن يكون بسيط جدا. وفعلا إعداد القهوة بسيط في زمان أول يوم كانوا يحمصون قهوة العربية. هذه عشان نأخذها كمثال. قهوة العربية كانت تتحمص نفس الوقت تنطحن بالمنحاس ونفس الوقت تحضر. فلأنها فرش طريقة تحضير هذه أنها تنطحن نفس الوقت ولأنها تتفور فتطلع الغازات اللي فيها. يومي على شو صار بالقهوة العربية، استوت تجارية قاموا يطحنونها طحن وايد ناعمة، وممكن تتحمص وتتم في المحامص التقليدية أتكلم عنها فترة طويلة، ففقدت لذتها أو أصالتها. هاي بالنسبة للقهوة العربية. يبي بندخل في الإسبرسو بعد لها خلنا نقول صناعة أو طريقة تحضيرها وتقديمها. كل نوع من القهوة لا تاريخ ولا طريقة تحضير. أنت عليك أنك تجتهد إذا حاب قهوة عربية، كيف كانت شو أفضل طريقة أني أحضرها. لأن يا جماعة الخير القهوة كأنك يستطبخ، لكن عندك ingredient واحد، عندك يعني مكون واحد تتعامل وياه. أما يمتين تطبخ ما شاء الله عليهم، يعني عشان يطلعوا لك مذاق حلو يمكن 5-6 أنواع من خلنا نقول الingredients يعني أو المنتجات عشان يتجانسون عشان يطلعوا لك الطعم هذا. قهوة ingredient واحد، شيء بسيط بس لازم أنك تتعرف عليها. متى أزيد حرارة الماء، متى أنقص. كل ما كانت حمصتها مثلاً طاطحة نحتاج حرارة الماء تكون عالية. ليش؟ دوم سألوا ليش؟ مو بس تأخذون المعلومة من عند عبد الله ولا من عند غيره. ليش؟ لأنها تكون أكسى فتحتاج حرارة عالية عشان تستخلص منها. يعني المخرج قبل شوي عرضت لنا حسابك عن طريق الانستغرام، بإمكان أيضا المشاهدين هذا دعم منا لك عبد الله بزيارة هذه الصفحة، وأكيد الاستمتاع بأهم أو جماليات القهوة اللي هناك. واللي حاب أنه ياخذ القهوة من عندك أكيد بيطلب من عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما نشوف الحين أسفل الشاشة. طيب عبد الله، نشوف ما شاء الله هناك فيها بات كثيرة للقهوة، يعني شوف بالتقطير أصبحت الآن إضافات مثل الكراميل والحليب وغيره. ما حبيت أنك تتطور في هذه القهوة يعني فقط إسبرسو؟ أنا بالنسبة لي أنا شخصياً أحب الإسبرسو، لكن عندي في المقهى أو
الوصفات اللي احطها ان احنا نحط كل شيء. ودوم اقول لهم افضل قهوه القهوه اللي تعيبك، بتحط كراميل، بتحط سكر، حط اللي تبغيه ما دام توصل للذوق اللي انت تطمح له. بالعكس نحن عندنا يمكن في المقهى عندنا اوريجينال درينكس على قولتهم، يعني ما نسوي كوبي، نحن نجرب وعندنا وصفات خطيره. حلو. مش للتسويق بس. الو معك معك عبد الله. نعم. فبالعكس نحن نحب نكتشف ونشوف شو ممكن على قولتهم بيرنج، شو ممكن يركب ويا القهوه، لان كل نوع القهوه له مذاق مختلف. ففي منها عاليه الحمضيه، في منها تعطيكم الايحاءات اللي مثل الكاكاو اللي مثلها. فنحاول نشوف شيء يتجانس ويا الطعم بدون بالعكس بير اوبن يعني للتجارب هذه. جميل. طيب يعني اكيد التنافس صعب الان عبد الله في هذه المرحله، في ظل وجود ما شاء الله كافيهات منتشرة على طول الطريق، يعني الكوفي الأول يفتح بعد شهر يشوف 10 ما شاء الله قدام، فأصبح التنافس صعب والسوق أصبح يتوزع والمستهلك أصبح يحتار في اختيار الكافي المناسب لاحتساء قهوته. فبالتالي كيف تشوفون هذا التنافس أنتم ما بينكم كصناع للقهوة وأصحاب لهذه المقاهي؟ صحيح. انا عشان تي بعد في انا في الحساب عندي مركز مو بس على القهوه وثقافه القهوه، على موضوع رياده الاعمال، واحاول اعطيهم حقيقه الوضع. انت اذا داش هذا المجال بس لانك تشوف كافيهات فاتحه يعني ما شاء الله يربحون، فبتخسر هذا خلينا نقول التحدي. بعد دوم اقول لهم لا تحطون في بالكم ان في منافسه. انت تستثمر في وقتك عشان تطلع منتج طيب، وخلك اوريجينال، يعني خلك على اللي انت بتسويه، لان الناس ما بيجونك بس حق قهوتك، بيجونك حق الابتكار كامل هذا او البيئه اللي انت بتخلقها كامله، من قهوه الى صوت موسيقى الى نظافه المكان الى طريقه التقديم الى غيره. فاذا انت استثمرت وقتك عشان تتعلم هذه الحرفه وتتعلم الارقام المهمه في التجاره، لان صناعه القهوه شيء والتجاره فيها شيء ثاني. اذا استثمرت وقتك في هذا ان شاء الله بتكون ناجح ولا عليك من الكومبيتيشن، لان مثل ما قلنا ممكن افضل احسن زبون عندي ويحس اني انا افضل كافيه، في شخص ثاني يشوفني اسوء كافيه، موضوع ذوق. انت عليك ان انت تخلص في شغلك. نعم. طيب بما انك رائد اعمال، خلنا شوي ناخذ من خبراتك في عمليات رياده الاعمال في ظل الوقت الراهن. هناك نقدر نقول ان في تاثير على الكافيهات او معظم المحلات الموجوده بسبب هذه الجائحه، يعني هل وضعت عبد الله كونك رائد اعمال خطه بديله ممكن ايضا تساعدك؟ هل هذا المشروع تاثر من جراء هذه الجائحه او هذه الازمه اللي مروا فيها معظم المحلات الموجوده، سواء كان الكافيهات او حتى المحلات التجارية الأخرى؟ نعم. اللهم لك الحمد، أنا كنت محظوظ أن عندي شريك ما شاء الله عليه المهندس سعيد الكتبي. أول ما بدأت تظهر بوادر أنه بيسكرون الأماكن اضطرينا أن نسكر الفرع الأول في جامعة حمدان بن محمد، مع أن فرعين جامعة حمدان بن محمد، الفرع الثاني في أبراج الإمارات. قال لي عبد الله لازم نحط خطة بديلة. صح. جلسنا مع بعض شفنا الأرقام اللي عندنا، شو ممكن نسوي worst case scenario في حال خلاص سكرنا المحلين. على طول بدينا نكلم موردين عشان نبيع معدات، ما كنا نبيع معدات قهوة، كنا بس نبيع يعني تون قهوة عندنا مقهى. قمنا نكلم موردين، كلمنا الشباب اللي موجودين، اتفقنا ان نتعاون في البلاد وخارج البلاد كموردين، وبدينا نبيع اونلاين. صحيح يمكن ما وصلنا اللي كنا ندخله قبل، لكن مغطين طبيعي التأثر هذا عبد الله. إيه ما خسرنا أي حد من فريق العمل اللي استثمرنا فيهم، وبعد كان عندنا منظور إنساني للتيم اللي نحنا سويناه، كل من نعرفهم شخص سبع عندنا نعرفهم، ما بغينا نخسر أي حد ولا ننزل من رواتبهم ولا نطلع حد من الفريق، وهم الله حق كانوا متعاونين يانا. جميل. طيب عبد الله يعني أكيد هذه الفترة علمتكم شيء للمستقبل. صح. ما هو الشيء اللي تعلمته؟ ما هو الشيء اللي استفدتوا منه بأنكم تضعون له الخطة البديلة في المستقبل؟ تعلمنا أن لازم يكون وايد فليكسبل، وموضوع اتخاذ القرار مرات لازم يكون سريع، لازم دوم نحط بلان A و B و C و D. يا سلام. لازم نلعب هالسيناريوهات، يعني بس خطة بديلة واحدة ما تنفع. نعم. فقلنا طيب. نحط هالسيناريوهات. نعم. ما يخص البيع الإلكتروني أونلاين مثل ما ذكرت عبد الله، هل موضوع نعم. هذا مهم بأن الآن رائدين الأعمال والتجار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنهم يلجؤون لهذا الـ الأمر من الآن؟
ضروري الان وحتى بعد، يعني احنا اليوم دخلنا هذا السوق وما بنطلع منه باذن الله. والاهم خدمه الكاستمر سيرفيس، يمكن شويه يواجهون صعوبه، يمكن بعض الزباين يكون صعب في التعامل. انت عليك ما دام وصلك وتواصل وياك يبغي البرودكت من عندك انك تعطيه افضل خدمه تقدرها، خلاص انت سفير نفسك يعني في هذا الموضوع. جميل. نعم، كونكم موردين عبد الله، يعني يكون البيع لكافيهات مثلا ولا عادي لافراد؟ اذا اي حد عنده الات متواجده في المنزل بامكان انه ياخذ منكم هذه القهوه ويستفيد منها في المنزل؟ هنا نحن نورد للاندفيدجوالز ولها معدات خاصه بسعر خاص، وبعد نورد حق المقاهي. يعني في بعض المعدات انت ما تحتاجها، مصممه ان تسوي 100 كوب، مصممه ان تطحن 100 كوب ورا بعض. انت لازم يوم كمستهلك يوم بتيجي تشتري اله صنع قهوه او مطحنه او غيره، لا تقول شو احسن شيء اغلى شيء، لان اغلى شيء يمكن ما يناسبك، انت احتياجك وايد اقل. نفس يوم شخص بياخذ سياره، لا تقول شو احسن سياره، بتظهر لك سياره ب 5 مليون، يمكن احتياجك سياره ب 100 الف او اقل. خذ الشيء اللي يناسب اللايف ستايل مالك، كم كوب في اليوم؟ يعني لا تسال عن اغلى شيء واحسن شيء، خذ اللي يناسبك. ممتاز. طيب عبد الله، انا بعد مثل ما شفت يعني من اصحاب كافيهات اشخاص اعرفهم، يعني الاجهزه الان او معدات القهوه اصبحت لها برنامج ولها برمجه خاصه فيها، تجيب لابتوبك وتبرمج هذه الآلة على حسب كمية القهوة، على حسب كمية الماء الذي يضاف إلى القهوة. فخبرنا عن هالتعقيد، كيف ممكن يتعامل مع الشخص المبتدئ في ريادة الأعمال فيما يخص القهوة؟ بالعكس، الموضوع أبدا ما في تعقيد. هذه الأمور وجدت عشان أنت تعرف إذا سويت كوب حلو شو صار. على سبيل المثال الميزان اللي هو صديقنا في كل أنواع تحضير القهوة، حتى في القهوة العربية يكون عندك ميزان عشان تتعرف كم معدل القهوة على معدل الماء. ليش؟ لأن إذا زدنا الماء القهوة بتسوي خفيفة، إذا نقصنا الماء بتسوي وايد تجيدة. هذا المبدأ موجود الميزان عشان يعطيني المعلومة عشان أسوي وصفة عدلة. طبطت أنا مسجل الوصفة، برد أكررها كل مرة. الحين وانت كم تسوي قولة مكاين صنع الإسبرسو، شيء مكاين تبدأ أنا أقل شيء ممكن أقولكم يعني كوب مستوى مقهى بعشرة آلاف. يعني واحد يدفع له 10,000 بيحصل كوب مستوى مقهى في البيت، شيء اقل متوفر لكن ما تعطيك المذاق خلينا نقول او مستوى المقهى بالمحله. نعم. زين عبد الله، كل هالامور عبد الله كل هالامور تحتاج الى تجديد، تحتاج الى اطلاع، حتى ان ما توصلون لرتم معين. ممكن ايضا المشتري انه يمل مثل من هذه السلع او هذه القهاوي الموجوده، لان مثل ما ذكرنا انه هنالك في تنافس في السوق، هنالك في تجديد، هنالك في ابداع حتى في القهاوي. فنتكلم شوي عن الابتكار والتجديد لعبد الله، يعني هل انت مطلع دائما على القهاوي الموجوده في السوق؟ كيف يكون تميزك وابتكارك لمثل هذه القهوه؟ سؤال جميل، لان هذه من الاشياء اللي ممكن بسلط الضوء على القهوه المختصه. القهوه المختصه سبحان الله من الاشياء اللي تميزها هي كقهوه مختصه ان دوم المحصول متغير، فبالتالي طعم القهوه دوم متغير. هذا خارج عن ايدنا ولحسن حظنا ولسوء حظ اللي عشق نوع معين من القهوه، لكن دوم في تغيير على حسب المحصول اللي موجود من القهوه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ضروري موضوع الاطلاع والزيارة. يعني قبل كنا ما نخلي معرض قهوة يصير عالميا إلا نزوره ونشوف شو آخر المعدات، مستجدات، شو سووا في البطولة، شو السيجنتشر درينكس اللي ممكن يطلعونها، نشوف الابتكار. دوم نكون متواصلين مع السوق المحلي والسوق العالمي عشان نشوف، مثل ما قلتي لازم نواكب اللي مستوي. جميل. طيب عبد الله، لو ناخذ معاك الرسالة الذي توجهها لعشاق القهوة أو المتوجهين لريادة الأعمال في الكافيهات وصنع القهوة، ماذا توجه لهم من رسالة؟ حق اللي بيصنع قهوة في البيت الموضوع وايد بسيط، خذ وقتك. خذ لي أنا 4 سنين أسوي فلتر، لأن المعدات ما تعدي 2000 درهم. ليه ما وصلت إلى مطاحن ومكاين ما شاء الله فوق يعني غالي جدا. لكن خذ وقتك، لا تضغط على نفسك عشان تسوي أحسن واحد يحضر قهوة في أسرع وقت. صح. استمتع بالتجربة هذه، تعرف على هذه الانجريدين. لأصحاب المقاهي دوم أقول لهم بي أوريجينال، يعني خلك على اللي أنت تبغي تسوي حق مقهاك، هي خلك أصلي يعني، وطلع كونسبت أو نموذج أصلي يخصك أنت، لأن هذا اللي بيجذب الناس مش قهوتك. لا تصير قهوة ثانية وتحاول تسوي لهم كوبي من برا البلاد أو داخل البلاد، هذا اللي بيميزك أنت.
حاولوا انكم تتعاونون مثل ما نشوف المقاهي خارج البلاد. خلوا المنافسة، نحن عرب ونحب المنافسة، لكن كل منافسة في البطولات، لا تكون في البطولة، في بطولات لتحضير القهوة، أما في السوق كنا ربع بعض. صح. إذا شيء قاصر عندي أنا بقول لهم سيروا المقهى الفلاني، ربع تعاونوا وما ندلوا. ما شاء الله عليك، الله يوفقك، وكل شكر لك عبد الله عبد الرحمن المهيري على هذه المداخلة، والله يرزقك إن شاء الله مخيرة، فأكيد نتمنى لك التوفيق أكثر وأكثر. استمتعنا جدا معك بالحوار عبد الله، شكرا لك. شرفنا طول عمرك. ما قصر، شكرا لك. والحين مشاهدينا نروح لوقفة قصيرة ونرجع لاستكمال ما تبقى من مجلتنا الصباحية، خلكم ويانا. وما بعد هذه الجولة الصباحية في المنطقة الشرقية مشاهدينا الكرام، ننتقل معكم إلى دارة الأشغال العامة في مدينة خورفكان، حيث ترحب بعودة موظفيها للعمل مرة أخرى، ولمعرفة المزيد من التفاصيل نتابع معكم التقرير التالي. نصبح عليكم مشاهدينا الكرام بكل خير ونحييكم تحية طيبة ويا مرحبا بكم ويانا وين ما كنتوا. طبعا اليوم متواجدين بكمارة الشرقية في مدينة خورفكان، وبالتحديد في دائرة الأشغال العامة فرع خورفكان. مشاهدينا الكرام معاكم راح ناخذ جولة ونتعرف على آلية العمل في الأشغال العامة فرع خورفكان بعد قرار عودة الموظفين إلى مقر عملهم. لتفاصيل أكثر ابقوا معنا. معكم مهندسة بشار المنصوري من دائرة الأشغال العامة بالشارقة، مديرة فرع كلبة. في ظل أزمة الفيروس المستجد كوفيد-19 والمعروف بكورونا، أحدث تغيير في العمل على مستوى العالم بشكل عام ومستوى الحكومات بشكل خاص. وفي ظل هذا التغيير طلبت الحكومة من الموظفين الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية. من ضمن هذه التدابير الوقائية استحدثت أساليب وطرق جديدة للعمل، حيث يتم الاتصال أو عقد الاجتماعات عن طريق التواصل المرئي عن بعد. كذلك بعد حدوث انخفاض في الحالات المصابين، سمحت الحكومة للموظفين باستئناف العمل في مقر العمل ضمن تدابير احترازية وشخصية من حيث مساحة العمل وعدد الموظفين، بالإضافة لعدد من الاحترازات سنتحدث عنها لاحقاً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم الموظف راشد عبد الله الحمودي، دائرة الأشغال العامة في إدارة الفرع في خورفكان. بداية نحب نوضح لكم الأشياء الاحترازية والتدابير اللي احنا نقوم فيها في الأفرع باستقطاب عودة الموظفين للعمل. قمنا في عدة إجراءات احترازية من حيث توفير المعقمات، توفير الكمامات، القفازات للموظفين، وإلزام جميع الموظفين بضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية لحفاظ على بيئة العمل وحفاظ على نفسهم وعلى زملائهم الموظفين. ونتقدم بالشكر لدائرتنا بحيث أنها وفرت الأشياء المستلزمات الضرورية للموظف من عودتهم إلى العمل إلى الآن، ونشكركم على حسن اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر رئيسي من دائرة الأشغال العامة فرع خورفكان. قامت الدائرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال تقليص عدد المكاتب في كل قاعة بما لا يقل عن 2 متر بين كل مكتب، كما تم تطبيق النظام المرن حيث تكون هناك مرونة بين الدخول وخروج الموظفين، كما تم توفير جميع الخدمات الإلكترونية، تم تقليل عدد المتعاملين مع توفير الخدمات الإلكترونية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل لختام جولتنا معاكم في مقر دائرة الأشغال العامة في خورفكان، وهذه كانت جولتنا وهذه كانت الإفادات من قبل الموظفين العاملين في مقر الدائرة في خورفكان. نتمنى أن الفقرة قد نالت إعجابكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء. عودة حميدة لجميع موظفي حكومة الشارقة لمقار عملهم، ونحن أيضا نتمنى السلامة لجميع الموظفين مع الأخذ بجميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، منها مثل ما ذكروا الإخوان القفازات الكمامات والتباعد الجسدي. مشاهدينا انتقالا لتقرير آخر، تعد الميرمية أو المرامية وأوراقها ذات الرائحة العطرية القوية والتي تحتوي على فوائد كثيرة، لنتابع أكثر عن هذه النبتة في التقرير التالي. المرمرية أو ما يسمى محلياً بالميرمية هي نوع من الأعشاب المعروفة منذ القدم، وهي شجيرة معمرة دائمة الخضرة ذات نكهة حادة ورائحة عطرية، وأوراقها الفروية ذات اللون الأخضر المائل إلى الرمادي، وتزهر في فصل الصيف. تحوي الميرمية على قيمة غذائية بمجموعة من المركبات النباتية الكيميائية وزيوت عطرية وفيتامينات ومعادن أساسية معروفة بدورها في مكافحة الأمراض وتعزيز الصحة. تتعدد فوائد المرمرية الصحية، فهي تعزز من القدرات العقلية ومكافحة حالة الزهايمر، كما تعتبر من مضادات الحساسية والالتهاب، وتحافظ على صحة القلب وخفض الكوليسترول، ولها فوائد للشعر والبشرة. طيب هذه النبتة وما لها من فوائد كثيرة جدا، عاش اسمها ميرمية. مرامية نحن في كلبة، هي الميرمية بس في كلبة نحن نقولها المرامية. مرامية هي. طيب اختلاف ثقافات في المسميات إن كانت لبعض من النبتات أو غيرها من الأمور. إذا مشاهدينا الكرام إلى هنا نصل معكم للختام، وبالتأكيد في الختام تقبلوا منا هذه التحية وهذا السلام، إلى لقاء آخر يتجدد بكم ومتابعتكم لنا غدا بنفس التوقيت. إلى ذاك الحين تقبلوا تحياتي، أخوكم عمر أحمد وتحيات زميلتي المبدعة عائشة الأنصاري وجميع طاقم العمل، ودمتم بأمان الله. في أمان الله.